السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا يا جماعة الخير راح أعطيكم خطة القناة في شهر رمضان الكريم. أنا ما أدري متى راح ينزل هذا المقطع، لكن أحب أبارك لكم شهر رمضان مبارك. شهر رمضان يا جماعة الخير أنتم تعرفون، ما يحتاج أعلمكم أن شهر عبادة ما هو شهر لعب. فنصيحتي لكم قد ما تقدرون حاولوا تكثرون من العبادات بهذا الشهر. لهذا السبب احنا نصلي التراويح في نهاية آخر 10 أيام، احنا نصلي قيام، نكثر عبادات قد ما نقدر. شهر رمضان شهر خير، فيه من الأجر الكثير، لكن في أوقات فراغنا اللي هي هذا الحين أنا راح أشرح لك إياه وإيش راح تكون خطط القناة في هذا الوقت. مثلا قبل الفطور، قبل صلاة المغرب طبعا ساعة أو ساعتين راح يكون في بث مباشر في القناة. ممكن أننا نلعب أسيتو كورسو، ممكن أننا نلعب محاكي الحوادث، ممكن أننا نلعب محاكي الشاحنات. يعني باختصار القناة بتكون في شهر رمضان المبارك عبارة عن بث مباشر لايف ستريم، راح تكون في اليوتيوب وفي التويتش، لكن انا حريص على اليوتيوب اكثر من اي منصة ثانية. ممكن اني اجرب منصات اخرى، لكن اليوتيوب هو الاساس عندي، لانه هو اليوتيوب هو اللي انا ابغى ابنيه وهو اللي انا احاول اركز عليه قدر المستطاع. فبعطيك مثال على البثوث. يعني الحين احنا قاعدين نلعب السيتو كورس هجولة، ممكن راح يكون بث مباشر بنفس هذه الطريقة، الزاوية هذه على وجهي والزاوية على الكامري هذه ولا اي سيارة اخرى. فأقول مثلا لعيونكم، وهذا الشاطر لعيونكم يا عمر يا لولا صدق. يساتر 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 يوه يا الثالثة. تجي 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 يا عمري يا عمري يا الدوار. نرجع لموضوعنا، انا تحمست شوي. نرجع لموضوعنا، شهر رمضان شهر عبادة، فكثروا من العبادات يا اخوان. يعني تخلص صلواتك، تخلص قراءة وردك من القرآن، تعال خش البث عندي، تعال اجلس تكي سوا، نسولف نلعب نتحدى بعض، نسوي تحديات نسوي مسابقات. ممكن ما ادري، انا جداولي باختصار ابغى جداول ما توقف. طيب اقول لكم شيء، هذا الشوط الثاني لعيونكم بعد دقيقة، لعيونكم لعيونكم يا ساتري لولا يا عمري يا الثالثة. بيلا بيلا برم الجنب كامل راح. نقول احنا بثينا في هجولة واستكنينا، فجأة انا مخي طفش من الهجولة، طفش. بقول لك يا طويل عمر السلامة، اول شيء اخر شوط كذا بقول لك يا اخوان اخر شوط، بحول بغير جوي. لا لا تطلع الا يا عيال، انا خلاص مليت وهذا اخر شوط لعيونكم. يا عمري ودي اكسيات يلا عيال مشينا نحول على الدريفت. طيب يا عيال، هذه السيارة الحين اللي تشوفونها اشتريتها بفلوس. ايه نعم، هذه شريتها بفلوس داخل اسيت. الظاهر اللي سوى السيارة بعليها ب 10 دولار او 20 دولار. العموم ما علينا من السعر. ليش شريت السيارة ذي يوسف؟ شريتها طبعا شريتها لانها مجهزة في ايت ومجهز لبودي كيت واشياء كثيرة يعني. فحبيت اني اخذ السيارة هذه فتذكرني بسيارتي اللي معي. بس في شغلة يا اخوان، انتم تعرفون انا قبل ما انقل تقريبا 7 شهور او 8 شهور ما كان عندي سيت اب ولا كان عندي شيء، وكنت ضايع، ما عندي سيموليتر. يعني انا من زمان على السيموليتر، ترى انا توني اجلس اجرب السيموليتر. للاسف في بعض اغراضي ضاعت، انا الحين ما عندي هاند بريك، هاند بريك ما عندي لسه، فيبغالي ادور زين لازم القاه. فالحين انا بلعب بدون هاند بريك، لكن انا وريتكم برضو بنفس الوقت الفلوق اللي راح كيف انا سويت الغرفه والتصاميم ومدري وشو الى اخره، وريتكم الاثاث صح ولا لا. شوف الحين السيموليتر حقي كيف صار. طبعا زي ما قلت لك ما في جلم، الجير موجود هذا مكانه، عندي دراكسون تي 818 تريس ماستر، عندي الدعسات تريس ماستر تي سي ال ام، عندي الشاشه اسوس 43 انش شاشه العاب 4K 100 هرتز. طبعا اغراضي هذه من زمان موجوده، ما في اي شيء جديد من زمان وانا هذه اغراضي، لكن للاسف الجلد ما ادري وين راح. خلونا الحين نجرب السياره، انا اول مره اجربها بالسيموليتر، اول مره اجربها. طيب خلوني اول شيء نبسم الكفر، لان السياره انا يوم انا جربتها مو بالسيموليتر، جربتها بماوس كيبورد وفي زي كذا، فعارف ان فيها باور عالي. فخلوني انسم 17 ونلعب ليل. طبعا المام هذا مابي، العيال قد سووا لي اياها، قد سويت بطوله فيه. باختصار يعني بصمتي موجوده الحين بتشوفون. طيب السياره زي ما قلت لكم ما قد جربتها، فبسم الله اسمع. عمري كان شايف شكمان بالكبوت.
شكمان ورا ما يرمي باكات ولا شكل هو الاساس اللي فيه. شلون بخلي شكمان ورا وشكمان بالكبوت؟ يا عمري ما شاء الله. انا غير الزاويه. سمعني من هنا. اسمع! الحين هذا يعني تون تيربو سوبر تشارج، تون تيربو صوت سوبر تشارج، وشكمان في الكبوت، شكمان في. حبيبي وش الجلتش اللي مسويه في سيارتك؟ لازم جلنط. قبل شوي انا شغل اللعبه طلع لي ان كانساس او شيء زي كذا كانساس افيلبل ناو ان ستيم، فالظاهر انه في ماب جديد اتوقع اني بشتريه، والسبب أن لاني انا اصلا اوريدي شاري كل المابات حق امريكان تراك سيموليتر. اللعبه هذه انا عركت فيها مره يعني اشتغلت فيها كثير، والظاهر اني قد تكلمت قبل في مقطع ووريتكم ذي الامور. طبعا لعبي شريف ذي اللعبه، ما هكرت ولا سويت اي مشكله، يعني شوفوا ما شاء الله تبارك الله كله بمجهودي الخاص. مشتري 100 تريلا وعندي 100 موظف، 100 تريلا وعندي 100 موظف، فلك ان تتخيل في نص المشوار انا تجيني 200 الف كلها من الموظفين، انام اصحى انام من اللعب، يعني انام من اللعب واصحى تجيني 400 500 الف. طبعا كلها شو اسوي فيها؟ على طول اشتر تريلا ورشه وظف، تريلا ورشة وظف، عرفت اللي مستودع لين اجيب 100. طبعا ال 100 هذول بخليهم 200، فبرضه بتكون هذه في البث في رمضان، يعني راح تتابعون معي كيف انا قاعد العب واكرف في ذي الامور. شفتوا مكتوب ريدي تو اكسبلور كانساس افيلبل ناو اون ستيم. شوفوا الحين موظف اعطاني 3768 دولار، وهذا موظف هو نفس الموظف يقول لي انه ارتفع ليفله. كفو يا اندرو، كفو يا اندرو. هذا موظف ثاني الحين جاب لي 2437 دولار، توماس بي. اتوقع هذول الموظفين جدد، الموظفين الجدد هم اللي دائما يعطوني مبالغ رمزيه زي كذا، الموظفين القويين يعطوني مبالغ قويه. هذا 6537. شوف ها ثلاث موظفين اعطوني فلوس بنفس اللحظه. طبعا خليني اقول لكم، اول ما جيت بديت هذه المهمه فلوسي كانت 80,000، ولسه للحين ما وصلت المشوار. المشوار تقريبا 2000 كيلو ولا 1300 كيلو، شوف يعني نص المشوار عندي 257 ألف في الخزنة، 257 وأنا لسه في نص المشوار، ولسه تخيل ما بالك أنا أول ما أوصل هذه البضاعة بتجيني 130 ألف من التوصيل. فكذا ما شاء الله كرفت. هذا موظف أعطاني 5700. طيب أنا اللعبة دي ما هكرتها زي ما قلت لك، ولا سويت فيها شيء، ولا سويت جلتش دبل اكس بي دبل فلوس دبل مدري وشو، لا انا شيء واحد سويته ممكن يعتبر غش في اللعبه، اللي هو كنسلت المخالفات. تقول يوسف طيب ليش كنسلت المخالفات؟ لانه بصراحه انقهر، انا طول المشوار مطبلن و70 مخالفه، يعني مشواري تقريبا هباء منثور الفلوس. بتقول يوسف هد، بقول لك على عين والراس، بس في احيانا مشوار يصير لي 4000 كيلو علشان امشي بالسرعه قانوني حق الشارع بياخذ مني وقت طويل مره وبمل طفش، فاسرع بحدود، اسرع بروقه، يعني باماكن اللي تحتاج سرعه اسرع، ترى اماكن ما تحتاج سرعه ما بسرع، خصوصا اني انا ما شلت حق الحوادث، يعني انا ممكن اني انقلب في اي وقت وتتكسر السياره واروح اشيلها سطحه، او عفوا التريلا، واشيلها سطحه وضاع الوقت وتاخرت المشوار وخصموا علي، فعشان كذا برضو منتبه وانا اسرع. شوفوا الحين احنا قاعدين نسولف ناظر 12000، فيكتور جاب لي 12000، كفو فيكتور. الحين فلوسي 281000 وانا لسه باقي ما وصلت مشواري، يعني يمكن اوصل مشواري معي 500000 عادي، عادي جدا عادي. طبعا عاجبني بالدركسون حق التي جي تي اللي الحين راكب في التي 800 انه فيه الاختصارات كلها اللي احتاجها، لان الدركسون ازراره كثير، يعني عندي اربع فرارات وعندي ماوس اتلفت يمين ويسار وعندي اسهم وعندي اكس ودائره مربع مثلث، يعني كل شيء عندي اللهم لك الحمد. اقلب الكاميرا اروح من برا على جوا على مبسوط. اوه هذه نهايه السواليف، والله بغينا ننقلب الا لحظه. طيب يا اخوان انتم في اخر فلوج شفتوا الغرفه كيف كانت صح؟ فالحمد لله سويت بعض التحسينات، لسه توني ابدا اركب، عفوا مو اركب، توني ابدا ارتب المكان اللي هنا، مع انه ما عجبني للحين لكن لسه بسوي تحديثات. فاذا انت مهتم تشوف تحديثات الغرفه اول باول والاشياء دي الاشياء الجديده تابعني في السناب، هذا سنابي حياكم الله. ولهنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع وضح لكم وش خطه من اللي راح اسويها وعجبتم بهذا المقطع.
اذا عجبك المقطع تنسى زر اللايك، ولا تنسى تكتب لي تحت كومنت تعطيني رايك عادي، انا يهمني رايك، دائما انا اسمع ارائك، لا تحسب اني اسلك لك، لا بالعكس احب رايك واسمع، واللي اشوفه فعليا كلامك منطقي ترى احاول اسويه، واحب احسن من نفسي دائما اول باول، والسلام عليكم.